حظيت القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي استضافتها الجزائر واختتمت أشغالها أمس باهتمام واسع من جانب الصحافة الأجنبية والوطنية الصادرة اليوم. صحيفة والراية القطرية عنونت: إعلان الجزائر يؤكد الالتزام بأسواق غاز متوازنة، وعادت إلى تفاصيل الإعلان الذي أكد على أن أهمية تبادل الخبرات التكنولوجية في مجال الغاز بين دول المنتدى. صحيفة المصري اليوم تناولت القمة في صفحتها الرئيسية مبرزة أن القمة تأتي في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات ما يحتم تضافر الجهود تحت مظلة المنتدى. صحيفة الشروق التونسية أشادت هي الأخرى بجهود الجزائر مؤكدة أن القمة مناسبة لتوطيد العلاقات وأن الغاز من أهم ملفات السيادة الوطنية. وكالة الأنباء الإيطالية أجنسيا نوفا عنونت على موقعها الإلكتروني باللغة العربية: اختتام أعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر يخلص إلى الدفع باتجاه استخدام الغاز الطبيعي. وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك على موقعها الإلكتروني أبرزت تفاصيل إعلان الجزائر عقب قمة الغاز وعنونت: إعلان الجزائر يؤكد الحقوق المطلقة للدول الأعضاء على مواردها. وتناول المقال إعلان الجزائر الذي دعا إلى عدم التمييز في أسواق الغاز. الصحافة الوطنية بدورها أفردت جزءاً كبيراً من تحليلاتها وتقاريرها لتغطية فعاليات القمة. جريدة المساء عنونت على صفحتها الرئيسية أن قمة الجزائر انتصار تاريخي، مخصصة بذلك حيزاً هاماً للإجماع المسجل من قبل الدول الأعضاء في المنتدى حول نجاح القمة. يومية المجاهد الصادرة باللغة الفرنسية عنونت على صفحتها الأولى في قمة النجاح لتعود وتؤكد في افتتاحيتها على الرهانات الكبرى للقمة، مبرزة أن إعلان الجزائر جاء لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات الطاقوية الكبرى. يومية لوريزون هي الأخرى واكبت الحدث من خلال نقل تصريح رئيس الجمهورية للصحافة بعد اختتام أشغال القمة وتأكيده أن القمة كللت بالنجاح. من جهتها يومية الخبر وعلى صفحتها الأولى عنونت: إعلان الجزائر رسالة الإجماع، مشيرة إلى أهم ما جاء فيه من نقاط حققت توافق المشاركين، بالإضافة إلى التشديد على تعزيز مكانة المنتدى من خلال استقطاب أعضاء جدد. يومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية نقلت هي الأخرى إجماع المشاركين على ضرورة حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للغاز، مع التأكيد على ضرورة تطوير الغاز للمساهمة في مسار الانتقال الطاقوي.